القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية معنا في القدس المحتلة. أحييك دانا. أحمد سنجاب في الجنوب اللبناني يتحدث حول قصف صاروخي لحزب الله على مستوطنات إسرائيلية. إذا ما الذي رشح إليك من تفاصيل حول ما يجري على الأرض؟ بالفعل وأحمد، يتحدث صفارات الإنذار تدوي في العديد من المستوطنات الحدود الشمالية، ولربما قبل بدء الحديث مع الزميل أحمد من الناحية الجنوبية كان هنالك بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول فيه بأنه تم رصد إطلاق 20 صاروخ من الحدود أو من جنوب لبنان نحو الحدود الشمالية، وهذه رشقة صاروخية أخرى تطنط من جنوب لبنان اتجاه الحدود الشمالية، ولربما ردا على القصف المدفعي وعلى اختراق جدار الصوت الذي كان تزامنا مع كلمة الأمين العام لحزب الله نصر الله، وكان هذا ما تتغنى فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية القول بأنه أثناء وفي خضم هذه الكلمة طائرات حربية إسرائيلية تخترق الصوت في الأراضي اللبنانية. لربما ما قاله نصر الله هو فحوى هذا اليوم، وهو ملخص هذا اليوم بأن إسرائيل جميعها واقفة على أقدامها تنتظر الرد، وبأن التأخير في الرد هو جزء من الرد، وحالة الخوف والهلع الذي يعتاش الإسرائيلي تحديدا عند الحدود الشمالية هو جزء من الرد الذي يسعى حزب الله إلى الوصول إليه من خلال الرد المحتمل على عملية اغتيال فؤاد شكر. وأكد نصر الله بأن العملية التي تمت اليوم ليست أهداف عبثية أو أنها لم تسقط في مناطق مفتوحة، إنما كان هنالك استهداف لقاعدة عسكرية في المناطق الأبعد من الحدود. ردا على هذه الكلمة، لربما منذ اغتيال هنية وكان هنالك قرار من مكتب نتنياهو بعدم إدلاء أي تصريحات فيما يتعلق في عمليات الاغتيال، ولكن كان هنالك شح في هذه التصريحات، إلا سموتريتش الأكثر يمينية وتطرف الذي عقب أكثر من مرة وتحديدا موجها رسالته إلى نصر الله اليوم أثناء هذه الكلمة، كان قد قال بأن الرد على حزب الله وعلى نصر الله يجب أن يكون باغتياله، وهذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها وزير المالية سموتريتش الحكومة الإسرائيلية إلى اغتيال نصر الله.